نورمال دايمنشن، ما عملتش ام ار اي لسبب بسيط، لان اول حاجه ان الايكو نورمال، تاني حاجه ان البي في سيز ليها كاركترستيك باتن اوف بي في سيز بتاعه الاديباس، البي في سيز طالعه من حته معينه احنا عارفينها وحافظينها، فخلاص يعني بصراحه انا اتعلمت حتى طالما في هيفي بي في سي بيرد بفضل اعمل ام ار اي، ساعات بيطلع سكار ما بيتشافش، بس في اماكن بنشوف منها في اثنين او ثلاثه في مصر، اللي هو العصفور بس ساعات بيبقى اوفر دوينج، اوفر دوينج بس هو بس بيوجهك برضه، يعني بحيث ان لو يعني تبقى حاجه كويس دي بعد كده ولا خلاص انت كده لازم تطفي. طب انا قصه كلينيكال يا دكتور جمال، انت هتعمل ايه لما تلاقي سكارس فول سكارس؟ ايه يبقى انت عارف ان ممكن تحتاج اي سي دي لتر اون، يبقى عارف العيان اللي انت ممكن تحتاج اي سي دي لتر اون. ابتدي، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بس بشكر شركه بايسنس ويبستر على الجهاز وقفتهم معنا طبعا في الحاله دي، يعني لولا وجود المهندسين برضو مع وجود الدكاتره. يا لابيا معناه انك واخد منهم فلوس؟ لا يعني حاجه كده، مش واخدين منهم فلوس لا خالص، هم برضو كانوا بيتبرروا يعني. الديسكلوجر معناه ان هم مديني فلوس عشان لا لا هو مش جرانت ولا حاجه، ولكن انا ما هي دي، انا قصدي ساينتفكلي ان هم مساعدتهم لينا المؤتمرات. لما يقول لك ديسكلوجر معناه ان انت، بس انا المقصود بيها ان انا فاهمها ان هي بتبقى جزء مادي وجزء ساينتفكلي، فانا قصدي على الجزء الساينتفكلي، لان وجود طبعا مهندس حسام ومهندس عرفه معانا في الحاله، وفي نفس الوقت كمان حتى لما بنجيب دونيشن بيقللوا لنا سعر القسطره شويه برضه. our patient 39 years old male, not hypertensive or diabetic, heavy smoker, للأسف drug addict برضو للترامادول. He has a ischemic cardiomyopathy, نتيجة previous anterior ST segment elevation myocardial infarction in 2016, وعمل previous revascularization in form of PCI للLCX والLED. كانت آخر واحدة هو Leicester complex I think in this year. In July 2017, the patient started to have and sustained attacks of ventricular tachycardia. واتحجز ساعتها في الرعايه عندنا، وصلحنا له الالكترولايت وبدانا الستارتنج انتي اريزميك دراجز، وكان القرار ان هو يركب سنجل تشيمبر اي سي دي. بعد كده هو اتخرج ديسشارجت وجانا وعنده هيستوري اوف سادن كاردياك ديث اوف هيز براذر ات ايج اوف 41 ييرز، واي ثينك برضه نتيجه اسكيمي. اي دونت نو بس انا برضه مرجحه ممكن قد يكون اسكيميك هارد. في رساله عن الترامادول انها سبب للاكيوت مايوكارديا انفاركشن، ما هي دي. وبعدين المشكله بقى انها ميلز اند فيميلز، يعني من رسالته اللي عملها في اسم القلب عندنا وكده اكتشف ان الستات كمان بياخدوا ترامادول. هو الحقيقه ما بيبقاش ترامادول لوحده، بروت ترومبوتيك بيضرب حاجه، ترامادول وفياجرا شيش. طب ايه بقى الميكانيزم؟ ترومبوتيك انجلي ولا ايه؟ لا مع بعض، يعني بعد كده بقول حضرتك خرج من عندنا للاسف برضو جالنا في اكتوبر لاست اكتوبر بريكرنت اتاكس اوف هيمودايناميك في تيز، وخد كمان برضو كان بيجي له ساعات يعني مور هاير ريت فبياخد عليها ابروبشيت شوكس، فهو كان جاي بيشتكي من مالتيبل شوكس اوف اي سي ديز. كان جاي الكتريكال ستورم، وعملنا له بروجرامينج ساعتها وي ار ميك شور ان هي دي ابروبشيت اي سي دي شوكس اللي نتيجه في تيز، وسحبنا له الكترولايتس والكاردياك انزايم وتشيك اذا كان في اي ساين اوف اكيوت اسكيميا جديده، كل ده كان نورمال. وللاسف برضه هو في الرعايه على الفول انتي اريزميك ميديكيشنز ستيل هاز اتاكس او في تي، بس كانت معظمها بتبقى ستيبل في ديز. كان ماشي على اميودارون، ما هو للاسف هو ده اللي الافيلبل عندنا، يعني اي في اميودارون لودنج.
عملنا له ترانس ثوراسيك ايكو وضح لينا طبعا ان هو هاز اسكيميك كارديوميوبثي وذ دايليتد تشامبرز اند الفانكشن ايجكشن فراكشن واز 25% باي اي بولينج, وكان واضح ان في اكاينيتك سين اوت سكار مس واخده كل الايبكس بروبر والايبيكال سيجمنتس والميد انتيرور وول والميد انتيرور سيبتا. فاحنا بنتكلم غالبا على ايبيكال انتيرور سكار كبيره. للاسف معلش بقى الكواليتي بتاعه الاي سي جي بقى اللي كانت افيلبل مع البيشنت. فايه رايكم اول حاجه, اول ما بشوف وايت كومبلكس تاكي كارديا اتيز ا في تي اور نوت؟ طب ال في تي يقول لي مين يتبرع من الطلبه؟ مفيش حد. اكستريم اوت اكسس او النورث ويست اكسس. صح اللي هو نيجاتيف كونكوردنس ابسنس اوف ار ويف. فانت غالبا دي اول حاجه, اول سؤال دي في تي. تاني سؤال which part arising this VTT, VT from the ventricle left ولا right, which part on this ventricle؟ قول يا بطرة. لا بص الكومبلكس right bundle morphology. lead one. ابيتس. طيب anterior ولا posterior تعرفها منين؟ يعني من inferior wall ولا من anterior wall؟ من inferior wall لان هي negative inferior. ايه رايكم؟ انا جبت الدايجرام ده which shows that how to localize the scar related VT. زي ما احنا قلنا وبيحدد لو انت عندك right bundle branch morphology دي غالبا بتبقى from the left ventricle, لو من left bundle branch morphology ممكن تبقى من right ventricle او septal LV. وبعد كده بتقدر تحدد بقى basal او apical من negative concordance. كل ما تبقى الار ويب بتاعتك بتختفي وبيبقى كل مول للايبكس نيجاتيف يبقى ده غالبا ايبيكال, لو بتبقى لا الار بتظهر وبيبقى بوزيتيف كونكوردنس يبقى غالبا ده بيزل من البيزل بارت اوف ذا فينتريكل. برده بقى بتحدد بالانفيريور وول او الاكسس بوزيتيف او يعني ليفت اكسس او انفيريور اكسس ان دي انتيريور وول او انفيريور وول. فاحنا غالبا الاي سي جي بتاعنا شوز ان ذيس دي في تي ارايزنج فروم ذا ليفت فينتريكل فروم ذا ابيكال بارت. من كان نارو كومبلكس يا فندم. عشان كده احنا ركبنا اي سي دي وواضح اهو حضرتك ده ساينس ريزم بتاعه. ما كانش عايز اقول حاجه تحديد سكار بيبدا من 50 50 ميكرو. بس من عدي عشان ده الانترا كارديوجرام. انترا كارديوجرام وفعلا من الحاجات الموداليتيز المهمه قوي ان انت ممكن نون انفيزبلي انك تشوف السكار او تحدد البيشنت هاز سكار. ايذر بقى باستخدام يعني الايكو او الام ار اي. من دي حاجات مهمه جدا ان انت تو ميك شور انت وانت داخل في سكار هتعالج بيشنت هاز سكار ريليتد في تي السكار فين. اول ما دخلنا العيان للاي بي لاب وبدانا ان احنا نبتدي السايت بتاعنا ان احنا نبتدي الابليشن والكلام ده, العيان بدا يدخل في ريكيرنت اتاكس اوف هيمودايناميك او ستيبل في تي. وكانت بالظبط نفس المورفولوجي بتاع الكلينيكال في تي على الاي سي جي. ودي برده حاجه مهمه جدا ان انت ميك شور ان الفي تي اللي انت عندك في الديورنج الاي بي ستادي هي اكزاكتلي الكلينيكال في تي, ما تكونش مثلا ايه اندكشن من المانيبيوليشن بتاع القسطره بتاعتك او تكون نون كلينيكال في تي. هي بس هي حته قريبه لان ده الاكزيت بوينت بتاعتها, بس انت تقريبا ذا سيم سايد. الاكسس هو هو. الاكسس هو هو هي هاديه لان العيان متعبي كوردروم عشان كده جايه له فعلا ستيبل. كان ساعتها ضغط العيان كان ستيبل بلابش بتاعه وزين نورمال, ما كانش فيه اي هيمودايناميك انستابيليتي. السايت هنا ايه؟
ما انا بقول لحضرتك احنا سايد هنا ده ال في سكار موجوده تقريبا ايه عند الابيكال بارت واخده البوستر انفيرور بارت، مع الرغم ان الايكو كان مطلع لنا ان السكار ميلي انتيرو، ودي كانت الديبيت فين، فاحنا هنجاوب بقى عليها. طيب انت دلوقتي العيان عندك عمال يدخل في اتاكس اوف في تي، احنا كان البلان بتاعنا اول ما كان داخل ديون ساينس ريز، فكان البلان بتاعنا احنا هنعمل سبستريت ماب ان احنا هنرسم ال في ونحدد هل السكار فين والسايت بتاعها فين ونحدد الميت بوتنشلز الهيستوريك بوتنشلز بتاعتنا، بس العيان عمال يدخل في ريكرنت اتاكس، فكان شفتنا عملنا انذر ماب لان احنا ما قدرناش نكمل الماب الاولانيه وبدانا نعمل اكتيفيشن ماب، واعتمادا ان احنا بقى هنستخدم المانوفرز بتاعه الانترين بدمامج، وفي نفس الوقت كنا بنعمل انكومباين معاها فولتج ماب، فدي سكيم يعني نتكلم على الفولتج ماب عشان قال لنا الفان وقال لنا الاكتيفيشن ماب اللي هو اللاك او لوك الاكتيفيشن تايب، لما هنا بقى نشرح الديتيلز. طيب احنا اول حاجه بس انت وانت جاي بتعمل ابليشن سكار ريليتد بي دي لازم تحدد الاستراتيجي بتاعتك، انا هعمل المابنج بتاعتي ديورينج ساينس ريزم، ده بعمله امتى؟ لما يكون العيان الفي تي بتاعتي لاما نون انديوسبل او هيمودايناميكلي انستيبل في تي او نون سستين، ساعتها انا بالقرار بتاعي ان انا بعمل سبستريت ماب. يعني ايه سبستريت ماب؟ ان انا برسم ال في ديورينج الساينس ريزم، وان انا بعمل حاجه اسمها الفولتج ماب، ان انا بحدد البار بتاعي ده بتعملي بار بالويندو ما هو دي النقطة حضرتك، ان احنا بنحدد بالميلي فولت طبعا عشان دي فولتج ماب، بنحدد ان احنا اقل من 1.5 ميلي فولت دي بتبقى لو فولتج، واقل من 0.5 دي بتبقى خلاص ايه السكار او اللي هي بتبقى سايلنت. فعلى ضوءها بنبتدي ناخد بوينت باي بوينت في كل حته من الفنتركل، فبتبتدي يرسم لي خريطه الالوان دي، ايه هي الالوان دي؟ دي السكار بتاعتي اللي هي بتبقى عاده بتبقى يعني تلاقي لونها الحتت كل ما بتبتدي اللون يتغير من الازرق للاخضر للاحمر، الاحمر والجراي دي بتبقى خلاص حته ديت تماما، الاحمر بتبقى حته لو فولتج قوي اللي هي خلاص يعني فيري ما تلاقيش اي اكتيفيشن، حتى على الاثاره بتاعتك ما بتلاقيش اكتيفيشن غير فيري مينيمال سلو اكتيفيشن لو اكتيفيشن، بعد كده بتبتدي ايه الاكتيفيشن تكبر لغايه ما يبقى اللون الفولتج ده اللي هو البيربل ده معناها ان دي هيلثي مايوكارديا ما فيش سكار خالص. فاحنا لما بدانا ده بالنسبه لنوع الفولتج ماب. طب نيجي للخطوه الثانيه، لو انا عندي بقى العيان زي السيتويشن ده بيدخل فيه تاكس كتير او في تي ديورينج او هاز سستيند في تي بس الضغط العيان هيمودايناميكلي ستيبل، ساعتها بنعمل اكتيفيشن بقى. ايه هي الاكتيفيشن؟ ان انا زي ما شرحها جون ان احنا بنرسم بناخد بوينتس اوف ذا ال في ديورينج التاكي كارديا، وبيبقى عندنا ريفرنس بوينت هي غالبا بتبقى الكيو ار اس كومبلكس من ايه الموست شاربست ديفليكشن ايذر بوزيتيف او نيجاتيف، حسب ما انت تقدر الحته اللي تبقى بدايتها تقدر تحددها ما تبقاش متغيره مع وقت الشغل بتاعك. هو الجهاز اوتوماتيك بيشوف البوينت بتاعه القسطره بتاعتك اللي انت حاطط المكان اللي انت حاطط فيه هل هي سابقه ولا بعد هذه هذا الريفرنس. وعاده في التاكي كارديا اللي هي بتبقى رينترنت تاكي كارديا بناخد الويندو اللي يقدر يشوف بيها ما اوتسايد هذه الويندو، ما بياخدش البوينت دي او ما بيحددش الاكتيفيشن بتاعتها، اللي هي حوالي 90% من التاكي كارديا سايكل لينس. يعني انا بحدد التاكي كارديا سايكل لينس واخد 90% واقول هي دي الويندو، اللي هي عاده بقى بتبقى ماينس 180 ماينس بوزيتيف 180 ماينس 200 او بوزيتيف 200 حسب قبل او بعد الريفرنس بوينت بتاعتي. فالنقطه لو انت عندك ستيبل في دي بتبتدي تعمل اكتيفيشن ماب، وساعتها بقى مطلوب من حضرتك ان انت تعمل بقى مانوفرز اللي هي الانترينمنت مابنج هنقولها، او تعمل بيس ماب او وتدور بقى على الدايستوليك بوتنشلز الميد والليت والارلي دايستوليك بوتنشلز. معلش الفلور بقى كانت ما لقيتش الفلور بتاع الحاله، فمعلش الفلور سيء جدا، فهي عشان كده جبت بيكتشر واحده بس. احنا كان الابروتش بتاعنا ان احنا ده اللي انتم شايفينه ده الاي سي دي ليت معروف طبعا محطوط في الار في بالكويل بتاعه دول كويل دول نعم عملنا الاثنين. احنا بدانا الاول بترانسبتال ابروتش، عملنا ترانسبتال ودخلنا استارت الكارتو بتاعتنا، حاولنا نعمل مابينج لكن للاسف ما كناش قادرين نوصل للبوينتس كويس او للايبكس، فروحنا غيرنا الاستراتيجي وروحنا عاملين ترانس اورتيك ابروتش. دخلنا جون اونيفر كان بيحب يبتدي بالترانسبت، يعني هو يقول انا ترانسبت انتل انا ما اقدرش فاحنا طبعا احنا بنحب الريتروجريد لكن هو اقتنع بقى لم يضغط احنا بنشتغل بالريتروجريد يعني، فهو بيحب يبتدي بالترانسبت. احنا بنبتدي عشان الباسكولار كومبليكيشنز هو يبعدوا عن الفيمورال ارتري كتير في كل حاجه. لا كان ريجولر شيز ما عندناش الاجيلس ولا
ما عندناش. وبعدين ما بنحبوش قوي يعني هو غالي جدا كمان. احنا كل حاجه بتحدينا هنا في الدمرداش الكوست يعني. احنا كويس ان احنا بنقدر نشتغل في كارتو يعني. احنا جايبين الايس دي دونيشن بتاع الروح. كم متبرع هنا وهنا وهنا؟ لا احنا بنشهد على العيالين لما اقصد احنا العيال حتى يبقى جايب قرار في حته نكمل له فلوس نجيب جامعين مش عارفه ايه ده. فبنحاول ان احنا نغزل بالامكانيات يعني. احنا بنعمل محاولات. وعشان كده حضرتك احنا حتى كمان اولموست معظم البي في سيز بنكويها كونفنشنال عشان ما نخليش العيال في ويتنج ليست. هامه سياديه صح. ولا تكسر ان الاتريال تاكيكارديا صح كونفنشنال. البي في سي كونفنشنال. اللي عايز تنجح يجيب جون معاه الفلاتر كونفنشنال يا فندم. التيبيكال فلاتر كونفنشنال كونفنشنال تاكيكارديا اللي في اتريال بتاع ده بي اي سي اللي هي اتريال تاكيكارديا او بنكويها كونفنشنال تاكيكارديا فروم ذا ليفت سايد فروم ذا بانول فين. ده انا شويه ارجعهم 10 سنين ورا وخليهم يعملوا اي اف بالكونفنشن لولا رانيا بس يعني. لا بس هو صراحه الاي اف لازم انا بتكلم ان الامكانيات محدوده جدا والتبرعات والله العظيم العيان ده عشان يجيب الايس دي كم متبرع يعني. ناخد منه 20 على هنا 30 على هنا 10 عشان الشركه في الاخر خدوا بقى يلا الجهاز يعني من كتر الالحاح بتاعنا ثلاث ستات بقى ولا اربعه يعني عليهم. وفي الاخر جبت له الكارت وبرده تبرع يعني تو ماتش. نفس العيال ده واقف على الدو علينا احنا بفوق 200,000 جنيه. صح ممكن فعلا ان الشيس ما كانش مساعدنا. لا جون وراها لنا كان عندهم اجيل الشيس وقدر ان هو يوصل يكوي بالترانسبت الاجيل الشيس على حته صعبه المنال يعني. فهو انت صح بس احنا حال الامه. اول ما بدانا نعمل بقى حضرتك يعني كومباين فولتج مع اكتيفيشن ماب. دي الفولتج ماب بتاعتي زي ما احنا شايفين السكار بتاعتنا واخده الايبكس. عشان بس احنا قلنا البار من فوق نراجع تاني مع الشباب. اوكي يا فندم احنا دلوقتي هنيجي حته بيزك كده. البار اللي فوق بيكتب لك الفولتج الملي فولت. ده فولتج الاختصار اللي مكتوب ده ايه اللي مش باين البار ده هنا حضرتك 0.5 ملي فولت اللي هو المحمل وهنا باي بولر لان احنا الفولتج ماب في يوني بولر وفي باي بولر. احنا يعني دي باي بولر فولتج ماب. ودي زي ما قلنا حضرتك الكالرز بتاعتنا 1.5 و0.5 ملي فولت ده الستاندرد بتاعنا وده اللي تقريبا في معظم العالم كله يعني. بدانا بقى ان احنا واحنا ديورنج بقى بنعمل البان ايه يا رامي يا لميا ده اي بي فيو عادي وده بوستر في وش الراجل في وش في وشنا على طول. لا واللي ورا هابي فيس هو طبعا بي اي فيو يعني قفاهو وش هو عينيه وقفاه هو ما فيهاش عينيه بس عشان كل شركه ليها نموذج يعني كرتون كده النافكس جسم النافكس بيشيل راسه بيطير راسه حط لك التشيست البوستون دي رمز تاني بس انا مش فاكراه دلوقتي اللي هو الريزميا كان ايه بقى نفس اعتقد انه نفس البتالي الجسم برضو بتهيالي لما شفت الصور صح الشيست برضو الريزميا زي الشيست فهو انت لازم تبقى عارف عشان ممكن في الامتحان بقى لما اقول لك هتقول كومبليت بتوع لسه ده ناجحين في الماجستير تقول ذيس از كارتو ماب مش نافكس ماب ولا سانجود الثانيه بقى بص ما اعرفش هتلاقي وده الستاندرد فيوهات بقى بتاعتنا بتاعت الاي بي ده الار اي او فيو وده الليفت اي او فيو زي ما دكتوره ميرفت يعني بالطريقه سلم عليك سلمت بايدي اليمين يبقى ده الرايت ولو سلمت بايدي الشمال يبقى ده الليفت. لو احنا نلاحظ السكار بتاعتنا واخده الانتيرور ايبيكال بارت وفي اكستنشن للسكار عند السبتم كمان. نعيد ونزيد ان البنفسجي ده نورمال تيشوز والالوان دي هي السكار. الحته الحمراء اللي في الايبكس دي وممكن تبقى في الاخر بيضة خالص او رمادي اللي هي خلاص بقت ديت تشو. فانت عندك السكار اسمها لهم كده لمية بالبتاع الكرسر الاحمر الحلو ده اهي دي كل دي سكار اهي 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 ده البوردر اوف سكار اللي هي والناحيه الثانيه بقى تكملتها اهي. وديورنج ما انت ما بتعمل الماب بتاعتك كل بوتنشال هتلاقيها دايستوليك بوتنشال ميد دايستوليك بوتنشال يشد ماركت وان انت تعمل بقى المانوفر بتاعتنا اللي هي الانتريم مابينج عشان تحدد السكار بتاعتك
السكار بتاعت السكار اللي تي تي دي كومبلكس كومبلكس استراكشر. لا انا عايز الصوره بتاع السكار بعد الثاني. طيب ما احنا لسه هنقول. انا بس عايزه بس اوضح صوره يعني. دي هديه مني للدكتوره ميرفت. الحته بتاعت السكار ان احنا السكار بتاعت الفي تي ما بتبقاش يعني حته ميته تماما، على العكس ده بيبقى هيتروجينس تيشو، حتت فايبل على حتت مش هيلسي قوي وحتت دات. فالسكار بتاعتنا بتبقى عباره عن التقسيمه بتاعتها دي اللي هي البارتيشن ده، بيبقى ما يحصل الري انتري بتاعي بتاع الفي تي اول حاجه بتدخل جوه حاجه اللي هي السلو كوندكشن اريا دي اللي هي بيقولوا عليها الازمس. لما بتدخل الامبلس دي اسمها الانلت بوينت او الانترانس بوينت. اول ما بتخرج دي الاكزيت بوينت، والاكزيت بوينت دي المسؤوله عن انها تدي لك الكاركترستيك مورفولوجي على الاي سي جي، منظر الكيو ار اس كومبلكس انت بتقول ايه ده والله من الليفت ولا من الرايت سيبتر ولا انفيرور ولا لاترال وول. بعد كده هوت عندك الحته اللي بره الري انتري دي اللي بيقولوا عليها الانر لوب. وبعد كده هوت حضرتك بيبقى ساعات في حته تانية بقى بعيده عن السكار اللي بنقول عليها الباي ستاندر، دي بتبقى جزء جوه السكار ولكن ليس لها دعوه خالص بالري انتري بتاعنا او الفي تي بتاعنا. الاوتر لوب بقى اللي هو بره الحته الاير ري انتري دي، الحته دي المفروض انت في كل الارياز دي ممكن يو جيت بوتنشلز، يو جيت دايستوليك بوتنشلز، بس انت بقى المفروض ان انت تحدد انا الام بتاعي ان انا احدد الازمس بتاعي والاكزيت بوينت دولت الاوبتيمال سايت او الايديال سايت فور ابليشن. فانت بتحددها ازاي؟ ان احنا بنعمل حاجه اسمها انتريمنت. انتريمنت اللي انا المقصود بيها ان انا بعمل بيسنج فينتريكولار بيسنج على سايكل لينس اقل يعني بريت يعني اقل حوالي 15 ل 20 ملي سكند من التاكيكارديا سايكل لينس بتاعتي. المفروض لما ببتدي اعمل البيسنج ده المفروض ان انا بدي زي امبلس معينه بدخلها في الري انتري ده وبحكم على هذه التاكيكارديا انها تمشي بالسرعه اللي انا مديها لها، دي اللي اسمها كلمه انتريمنت. بيختلف الانتريمنت بتاعي بالريسبونس للمنظر الكيو ار اس كومبلكس على الاي سي جي اذا كانت فيوزد ولا كونسيلد. كلمه فيوزد ان هي بتبقى الشكل مش تيبيكال اكزاكتلي الشكل بتاع التاكيكارديا بالظبط، بيبقى في سام سورت اوف فيوجن بيني وبين التاكيكارديا بتاعتي. لكن الكونسيلد فيوجن ده ادي 12 تو 12 كيو ار اس مورفولوجي للتاكيكارديا سايكل لينس بتاعتي. لو انا جيت الكونسيلد فيوجن ده اي ام شور انسايد الري انتري بتاعتي، يا اما اكون جوه السكار جوه الري انتري دي ايذر عند الانر لوب او الانترنس او الازمس او الاكزيت بوينت. ابتدي بقى ايه اقيس بقى شويه قياسات معينه. سوري معلش. ما هو ده حضرتك احنا بس لو انت بتيجي تعمل اكتيفيشن ماب بتشوف الكي ار اس كومبلكس بتاعتك اهي اللي هي الانترا يعني اللي هو الفنتريكولار ديفليكشن، بتشوف كل البوتنشلز اللي هي الصغيره دي عندك دي اللي هي بتبقى في الدايستوليك فيز، بتعمل انتريمنت ماب ان انت بس السيجنالز اللي هي حطاها ده تقول في الاي سي جي على ماكينه الكارتو، يعني هي دلوقتي هي هتقيس او الكارتو مان هيقيس معاها، فهي هم حاطين الاي سي جي الفيهات وبعدين النيم بليدز تحتها والانترا كاردياك سيجنالز الخط اللازق هي ماب 1 وماب 2 ماب 1 2 3 4 ها يبقى ده انترا كارديا دي ده اللي فوق ده اللي بولر يا لاميا ماب اللي فوق ده ايوه يا فندم ماب يوني بولر بنعمله ورتين ودي برده ساعات بنعمل يبقى ماب يوني بولر ماب 1 2 ماب 3 4 والاي سي جي الاي سي جي بتاعنا الفيهات ثم الليمبليز طبعا المفروض اللي قاعد على الكارتو يظبطها بس هو يعني ساعات معلش يعني مع احترامي ليكم الاهمال واليلا بقى ومش عارف ايه ده مش مظبوط. المفروض ان انت دماغك مترتبه انا قاعده اقول اللي جايب انترا كارديك فوق ان هو كسل يظبط بس زي ما احنا واخدين لا 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 جون وينفر ما بيشتغلش كده واحنا ما بنشتغلش كده، انت قاعد على المبنى وبتقيس لنا فخلاص بقى توصل كده لسه هتزق واعمل لازم لا يو هاف تو بي بيرفكشنست. انا ما شفتش غلطه في اوروبا غلطه كل مكان في سيستم اخرج من هنا الاقي هنا الاقي هنا اقول الله ينور، لكن احنا ايه خلاص اللي قاعد على المكنه يلا بقى انت لازم لان انت دماغك مترتبه كده، انت لو انت داخل وعارف ان انت الكورنر ساينس 1 2 3 4 5 6 هي دماغك كده، لو واحد لخبطها لك انت هتبتدي تفكر ايه ده ليفت سلايد وفي الاخر تلاقي دي 9 و10 فهو مفيش كل الاماكن كده، السيستم اللي في دماغك هو اللي بيفكر مش انت اللي بتفكر، فلابد ان هو كان يعدل لنا الاي سي جي، ما حدش بيحط اي سي جي في 1 الاول. صح. يبقى يو هاف تو لان انت خلي بالك
انت هتقول لها دي الكلينيكال في تي ولا لا، ده انت هتقول لها الماتشنج بتاع البيسنج معاك ولا لا. فايف يو ستارت لايك ذس يو ار ميسنج اب معايا يا معايا، فيو ار ان ترابل نيكست تايم لوك فور كلينيك. وهنزلها على النت كمان. انا اول ما بدانا مثلا بوينت دي مثلا هعمل انتريمنت، بدانا كل بوينت دياستوليك نعمل انتريمنت مابي لغايه ما وصلنا للبوينت دي هنا هو عند السهم ده، او ما عملنا انتريمنت مابي وي جيت كونسيل ديفيوجن، هتلاقي ان الفيوجن بتاعك تيبيكال للتاكي كارديا بتاعتي. تاني حاجه ماشي رجعت، نبتدي بقى نقيس البي بي اي او البوست بيسنج انترفل. رجعت تشتغل بقى على المابي السيمي. اه طبعا خلي بالك زي ما احنا قلنا لازم لان لو واحد بقى قاعد على سيمنز كمان ملخبط الدنيا انسى، ده احنا بقى ضربت في ورا الشمس. برده مهم قوي لما المهندس بياخد معاك برده البوينتس بتاعتك لازم تتشيك كل بوينتس، يعني ما تعتمدش على البوينتس اللي بياخدها. بقى المهندس وكبير بقى وبتاع لازم تتوقع ان هو يعمل غلطه مميته. معلش اتشطر النهارده رزقك والله ما قصدي. البي بي اي بتاعي عشان اقول ان انا الـ جوه الري انتري بتاعتي وان انا غالبا يا اما عند الانلت او الازمس او الاي يعني بوست بيسنج انتري لسه قايل يعني بعد البيسنج بتشوف من البيسنج كاستر الاول هيسجل عندها ايه. برضو عشان برضو يا جماعه معانا سنه اولى زماله وثانيه زماله لازم ايه ما يبقوش قاعدين. اول ريتيرن بتقيس من السبايك لاول الريتيرن سايكل اللي هو الاكتيفيشن بتاعك اللي هي على الاسطره اللي من اللاست بيست سبايك لغايه اول ريتيرن سبايك. المفروض البي بي اي بتاعك الايدل عشان التلات حتت دول ان هو يزيد او ينقص عن التاكي كارديا سايكل لينس بحوالي 30 ملي سكند. فاحنا كنا حصلنا على لا الانترا كارديا. طب لو في بنقيس من لغايه البوتنشال لو في بريستوليك بوتنشال. ايوه ما هي دي احنا قسنا لغايه البريستوليك بوتنشال مش من الكيميشن من البنتريكولار ديفليكشن. لان اكشولي هو ده لان حضرتك انت المفروض الانترينمنت يو ار تراينج تو كابتشر الانترينمنت تو كابتشر ذيس بريستوليك بس هي دي. احنا هنا وجيت 387 ملي سكند. السايكل لينث ساعه ما احنا عملنا الانترين كان 420، فدي تعتبر وزين ال ال الويندو. تاني حاجه بقى انا عايزه افرق يعني دي انلت 387 والسايكل لينث 400 كانت 410 بالظبط. هو معلش النبي هو انت البي سي على 400 اعتقد هي مش 387 هي بعديها بشويه 400 احنا قسنا من البوتنشال هنا هي بعديها بشويه ب 10 بالسكن لان هي اكشولي هي ما ينفعش تبقى قليله عن 400 هي تبقى 400 او زياده 30 ملي سكن. بس انت كان محتاجه ترتعي ثانيه انا ايه قايسه من البوتنشال ده 187 زائد 80 تعمل كام؟ لا مالناش دعوه بال80 لا لا احنا بنقيس من البوتنشال يا فندم. دي لازم نقيس من البوتنشال. مش هتقيسي على اول الفنتريكولا ده؟ لا بنقيس يعني ساعتها كنا عاملين الخطين هو ال 10 مللي سكند. قصدك الفرق اللي هو ممكن ساعه ال بي بي اي 400 قصدك عشان عامله دبل لاين فعشان كده ناقص لكن بي بي اي اصلا نعم ممكن نوك اب كان نوت بي رايت بس حضرتك الليشرز بيقول لك ان هي لا اما تزيد او تنقص حوالي 20 يعني هي ممكن فعلا عشان الدبل لاين ده هو اللي قاس الحته اللاين الاولاني مش الثاني. لا يعني انا قصدي واخده دبل لاين فعشان هي بس ال 10 مللي سكند هي اكشلي هي 400 هي ودي عشان كده مع اول فيرست مع اول دي وقفت على طول. احنا اول ما كونا في الحته دي وقفت صدني ده على طول ووقفت التاكيكاريا كومبليتلي وما جاتش تي مع اول يعني اول ابلكيشن احنا حتى ما رسحنا ما رحناش اي حته يعني ما عملناش ابلكيشن بتاعه عشان ترمينيتد. النقطه الثانيه نعم ما انا بقول حاجه احنا ما اديناش نقطه واحده احنا كملنا اللاين بس انا بقول حاجه احنا اول ما ادينا الابلكيشن التاكيكارديا وقفت في البوينت دي.
بس احنا النقطه برضو مش بنعتمد على البي بي اي، احنا لازم برضو في حاجات تانية بنقيسها. يعني احنا بنقيس حضرتك من الاستيمولس الكيارس كومبلكس ومن البوتنشال بتاعي لبدايه الكيارس كومبلكس، برضو لو احنا لقيناهم اكزاكتلي او الفرق بينهم حوالي 20 ملي سكند برضو ار انسايد ايذر الازمس او الاكزيت. طب افرق الازمس عن الاكزيت ازاي؟ المسافه او الانترفال من الاستيمولس بتاعي ديورنج الانتريمين للكيارس كومبلكس بتاعتي كام بيرسنت من التاكيكارديا سايكل لينس بتاعتي. لو اقل من 30% يبقى دي غالبا الاكزيت، لو اكتر يبقى يعني من 30% ل 50% يبقى ديت الازمس بتاعي. ولو 20 في الازمس، كل ما تبقى شورتر يبقى انت نايح رايح ناحيه الاكزيت، كل ما تبقى اطول عن 50% يبقى انت نير الانلت او الانترانس بوينت بتاعتي، ودي يبقى انت ناحيه الاكزيت طبعا. فاحنا كنا اساسا مني ناحيه الاكزيت تقريبا يعني الرسمه دي لم يعني في الاكزيت الاكزيت والازمس، يعني احنا برضو بنكمل اللاين بقى في الاسمس كمان، بس انت لازم يبقى حسن احنا ما نعتمدش ان انت تعمل بوينت ابليشن عند الاكزيت بس، لازم برضو تابليت السلو كوندكشن اريا اللي هي الاسمس دي. دي البروبي نعم، ما هي دي بقى هقول لحضرتك، ما انا والله جايبها بالتفصيل عشان بس ما يعني جايبه نفس الصوره يعني. بس هو عامل قطع خطوط، احنا عاملين على فكره كذا لاين وعاملين هيموجينيستي لل وعاملين كذا قبلش ما حش... لا لسه حصل حاجات تاني بقى بعد ما خلصنا يعني. هو بنشغل الفيديو منين؟ عشان انا شغلته الصبح كانت شغاله. الصوره لا الغي البوينتر اه انا شغاله صوت شغاله لا لازم يتحرك سبيس هي شغاله انا مجرباها الصبح طيب يبقى طلع لي الباوربوينت بقى يعني هات لي على البرزنتيشن بتاعك بس خلي بالك من التسجيل يا عبد الرحمن الرقم كام نعم مش عايزه معلقه مفيش ترى انت البرزنتيشن بره الفولدر لان الفيديو بتاعها جوه طب خلاص هات الفولدر نفسه ايوه هات ده another type of map during cartoon حاجه اسمها البروباجيشن ماب. ايه هي البروباجيشن ماب؟ ده بيدي لك زي لايك انيميشن بيوري لك الامبلس هاو تو ترافل اراوند الاريا او التشيمبر بتاعي، هل هي ري انتري ولا جاست فوكس فبتطلع فايرنج من بوينت وتسبريد، او ان هي ري انتري بتبقى بنقول عليها هيد تو تيل باترن ان انت بتبتدي من بوينت وتلف حوالين خلاص طيب خلص يعني هخلص على طول بقى. فالمهم احنا هنشوف البروباجيشن باب هنا ان دي فيجر اوف 8 ري انتري نمبر 8. طيب البرزنتيشن على طول عشان بس ايه انا خلاص عايشه بس قلنا ديتيلز بس عشان طلبه الزماله كده خلاص سريعا بقى. بقى اللاين بقى عشان دكتور جمال شعبان كان بيقول لي احنا ايوه ما بقول حاجة. اول لاين عملناها اول ما بدانا نابليت الابليكيت الـ يعني قولنا من البوينت اللي احنا وريتها لحضرتك دي فول سكرين بس وقفت التاكيكارديا فقلنا نكمل اللاين لفوق للازمس بقى لغايه الاذر سايد اوف ذا سكار والحمد لله بعد ما كويناها خلاص التاكيكارديا واز نوت انديوسبل ات اول. احنا قعدنا حوالي 10 مينتس التاكيكارديا ما بتجيش وديورنج بقى المانوفرز بتاعتنا وي هاف انذر مورفولوجي او في تي بس كانت في اف كان السايكل لينس بتاعتها حوالي 280 ملي سكند واضطرينا ان احنا ندي للعيان دي سي مش مشكله بدانا جبنا انذر في تي بس بقى انذر اتشينج
كان الاكسس بتاعها مختلف شويه، كان الاكسس بتاعها بدا ان هو يبقى تحت امر حضرتك. ما انا هقول لحضرتك احنا عملنا البيرنز دي بعد بقى ما جت البي اف، البي اف والاكسس كان متغير، كان الاكسس مور هاير ناحيه الانتيرور وول، فقلنا هنعمل انذر لاين اهي حضرتك، عملنا لاين تاني هنا اكوردنج للمابنج بتاع البي اف، اكوردنج للمابنج بتاع البي اف. ما احنا ما قلناش حضرتك لاين لازم تعمل لاين في السكار ليتد بي تي، لازم تعمل لاين لغايه اناتوميكال. لا بنعمل احنا في ناس في دلوقتي في تكنيكس جديده دلوقتي يقول لك انسيركل السكار، ما هي ده اللي احنا عملناه بقى. انت عندك سكار تيشو وسكار تيشو ويرز ايفر ذا ترابل از هو مصدر ان في يطلع منه الاسموجينيتي. وات هابنز اف يو على فكره فعلا دلوقتي بداوا في بيبرز يعملوا انسيركل للسكار، بس هو بيقول لك هي انتهت كده، هي انتهت بسيركل للسكار كله، وكمان في بريدجز في النص اللي هي بيسموها مايكرو فولتج طريقه استفاده. هو فعلا حضرتك في تكنيكس فعلا دلوقتي ان هو يعملوا انسيركل للسكار، هو بيقول لك ان هي تايم تيكس تايم عندك سمول سكار بس صح. ده اللي حصل سبستريت مابينج، عشان كده اتس فور سكار ليتد بي تي more applicable انك انت go for substrate وتعمل لافا عن انك تعمل activation map. لان activation map actually انك انت upgrade one clinical tachycardia، انما عين ده ممكن can develop another form of tachycardia. your scar ده is صح، وانت ممكن تكوي clinical tachycardia يظهر another tachycardia بعد كده، يا اما تعمل point ablation، يا اما تعمل lines، يا اما تعمل encircling وده اوقع لان انت عرضه نجي لك انذر في تيز ديفرنت. فاحنا عملنا خلاص عملنا انذر لاين، وبعد كده بقى البي اف نون انديوسبل خلاص بدانا بقى نتارجت كل، عملنا زي لافا كده، عملنا بعد كده يعني. بس انا قلت بس اقول حاجه المانوفرز نفسها وده النورمال ساينسيز بالعين لغايه دلوقتي الحمد لله ما فيش اي في تيز خالص مع الفولو اب البروجرامينج خالص خالص، ما خدش اي شخص هابي هارد جود اي سي جي. انا ايه تاني كارديو؟